يلا يلا بسرعة بسرعة يا عيال، والله ما مصدق اني. واو شوفوا شنو لقيت، او ماي جاد، بلوكة الذهب الاسطورية العملاقة وبلوكة الدايمود العملاقة الخرافية، ما شاء الله. اوه بلوكة الديرت الخرافية، واو خلينا نشوف شنو داخل هاي البلوكات يا عيال. اوكي اوكي خلينا نروح لهذا الشخص، ما شاء الله طريق كله من الدايمود، بسم الله الرحمن الرحيم. اوه هذا شنو موجود هنا؟ هي 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 انتبه منا، انقلع يا اوقع، انقلع، هذا المكان ممنوع تتخلف، سمعت؟ يا ساتر انت وين تعرفني؟ اوه شنو وين اعرفك يا صديقي؟ اسمعني، اني عندي مكان سري ومخبأ اسطوري موجود داخل هذا البيت مال بلوكة الدايموند. بيت بلوكة الدايموند؟ ايه طبعا، بلوكة الدايموند هاي عبارة عن بيت من الداخل، وهذا هو المفتاح، اذا تريد تدخل اعطيني 50 بلوكة دايموند. 50 بلوك دايموند مقابل ادخل هاي البلوك العجيبة؟ ايه طبعا، اذا ما يعجبك روح لهذا الفقير، هذا شكله واحد مثلك فقير. احترم نفسك، اني مو فقير. اذا انت مو فقير طيب خلاص اتحداك تروح لذاك الغني. اوكي خلي اروح لي يا عيال. والله ما راح يساعدك ولا راح تدخل داخل. اسكت انت مالك شغل يا عيال، هذا صاحب البيت الدايموندي طردني وما يقبل يساعدني، خلاص خلي اروح صديقي صاحب البيت الذهبي الاسطوري. هاي هاي جاي تسوي هنا؟ منو هذا يتكلم وياي؟ هاي اوقع، هاي الحركات ما تمشي علي، كل مرة تجي تحاول تسرقني. اصلا اني اول مرة اشوفك ما اعرفك منو انت. اوه هاي الحركات ما تمشي علي. اسمعني يا صديقي يا اوقع، اذا تريد تدخل داخل هذا البيت مالي الذهب الاسطوري لازم تجيب لي 50 بلوكة ذهب، سمعت؟ 50؟ من وين راح اجيب لك اني 50 بلوكة؟ والله هاي مو مشكلتي، مشكلتك. اوه والله مصيبة هاي يا عيال، هذا سعره غالي كلش، طيب ممكن تخفض لي السعر؟ لا صار 100 بلوكة. اوه يا ويلي صار 100 بلوكة، من وين راح اجيبهن اني؟ طيب شنو موجود داخل؟ بس اريد اعرف، ما اريد ادخل. اوه موجودات شغلات يعني مثل مثل شنو؟ يعني تعرف يعني يا اوغا. جاوبني اريد اعرف مثل شنو. لا ما راح جاوبك، جيب لي الدايموند، قصدي جيب لي الذهب وراح تدخل داخل. طيب اني ما معي فلوس. شنو؟ اطلع برا يلا. طردني يا عيال، هذا صاحب البيت او بلوكة الذهب العملاقة طردني، خلي نروح لهذا الفقير، والله ما عندي حل ثاني. ها مثل ما قلت لك راح يطردونك. والله العظيم تستاهل يا فقير، احترم نفسك. اوه انت فقير؟ اهلا اهلا صديقي. هلا والله باوغا البطل، هلا 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 حياك الله ومية هلا. اهلا وسهلا. اوه ما شاء الله، اول مرة اقابلك يا اوغا، والله اني فقير حالي من حالك. لا اني مو فقير. شنو مو فقير؟ اذا انت مو فقير خلاص ما راح تقدر تدخل داخل بلوكة الديرت العملاقة. لا قصدي اني فقير والله العظيم. شوف اني فقير والله العظيم فقير. لا انت نصاب، ما اثق بك اني. اني فقير والله العظيم، اني فقير صديقي خلاص، اني ما راح اغادر المكان لحد ما تخليني ادخل. طيب لا تجلس على الارض، الارض متسخة يا اوغا. لا خلاص اني زعلان من عندك يا صديقي. لا يا اوغا لا تزعل، خلاص اني راح اخليك تدخل داخل يا اوغا، بس المشكله يعني المفتاح ضيعته مال البيت او مال البلوكه هاي. اقول ما اريدك تدخل والله العظيم اني زعلان. لا 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 ما اقوم من القاع وما ما اتحرك من مكاني لحد ما تساعدني. يا ويلي حسبي الله ونعم الوكيل. يا اوغا ما يصير تعمل بحالك كذا، انت كبير. اريد ادخل داخل الحفرة هاي، قصدي البلوك مال الديرت مالتك. طيب راح اخليك تدخل يا اوغا، بس توعدني ما تخبر هذا الغبي ابو الدايموند وابو الذهب شنو موجود داخل البيت الديرت مالتي هذا. ها؟ اوعدك والله العظيم راح يبقى هذا سر بيني وبينك وبين المتابعين اللي جاي يشاهدون هذا المقطع. طيب راح اخليك تدخل، بس مثل ما قلت لك المفتاح مال البيت ضايع مالتي، اريدك تساعدني وتجيب لي المفتاح. طيب المفتاح وين موجود يا صديقي؟ وين
والله يا صديقي نسيته بالسوبر ماركت. بالسوبر ماركت كنت اتسوق طعام وخضروات وكان ما معاي فلوس وسقط من عندي المفتاح. اوه طيب واني وين اعرف وين صار السوبر ماركت؟ موجود يا اوغا، هذا مجمع اسمه الجمعية مال ابو الخضروات والطماطم والفواكه. عرفتك، ويسم ابو الخضروات. اي كفو، اريدك تروح له تقول له يرجع المفاتيح مال عمو الفقير باسرع وقت. ها؟ وتوعدني ادخل داخل؟ طبعا اوعدك يا اوغا. اذا ما تخليني ادخل راح ابكي كثير اني. لا 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 خلاص راح اخليك تدخل، يلا جيب المفتاح وتعال. يا ويلي يا سواد لي الياداد. حسبي الله ونعم الوكيل يا عيال، اني بس اريد اعرف شنو موجود داخل هاي الاشياء الرهيبة الاسطورية. بس يلا مو مشكلة، الحين يا عيال قال اريدك تروح تجيب المفتاح مال المكان مالته الغريب هذا. خلاص خلي اروح اجيب المفتاح مالته باسرع وقت يا عيال، يلا بينا يلا بينا. قال المفتاح موجود بالكافيتيريا، يا كافيتيريا، قال موجود المفتاح بالسوبر ماركت مال عمو جويسم. طبعا للي ما يعرف جويسم الشرير عنده سوبر ماركت بالمدينة ويبيع خضروات، نصيحة لكم لا تشترون من عنده لأن هذا أكبر نصاب بالتاريخ. كيلو طماطم سعره حبة دايموند يبيعها بعشر حبات دايموند، نصاب بشكل مو طبيعي. يلا يلا مو مشكلة، والله العظيم أنا ما أخليه ينصب علي. سعر كيلو طماطم حبة دايمود مستحيل أنطيه أو أعطيه عشر حبات، أنا ما أنطيه عشر أنطيه واحد. أوكي يلا يلا. أوه يا عيال الدنيا بدأت تمطر وصارت الدنيا ليل. أوكي شكل جويسم غلق المحل مالته. جويسم جويسم، أوه انفتح الباب. او ماي جاد او ماي جاد، انفتح الباب. اوكي واو والله مكان رهيب. هاي هنا انا عنده فواكه، هذا تفاح مدري طماطم، هذا موز قصدي ليمون، هذا تفاح اخضر، هذا جزر ممتاز، هذا شنو بطاطا، برتقال، موز ممتاز، هذا شنو، اوه هاي شو يسمونها فاكهه نسيت شنو اسمها، اللي يعرف يكتب لي بالتعليقات. هذا شنو شوندر ما ادري ايش اسمه، شمندر، طماطم، هاي طماطم. اوكي هاي البطاطا، وين نسى المفاتيح مالته هذا عمو الغبي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ضيع المفاتيح مالته واني لازم ابحث عليهن. اوكي خليني ابحث بكل مكان يا عيال. هاي البطاطا لا، الخس، الذرة او لا، السمك لا، السمك الثاني لا، سلطعون نو، روبيان، هذا الروبيان هذا المحار. يا اخي وين نسى المفاتيح مالته؟ حلويات حلويات، صندوق، كي يعني مفتاح. اوكي هذا المفتاح يا عيال، لقيته، ألف مبروك لقيته أني. يلا بأسرع وقت خلي نروح نشوف شنو اللي موجود داخل المكان مال الديرت، يلا بينا يا عيال ليتس جو. يلا يلا يا عيال، والله أني متحمس أكثر من عندكم. طبعا للي ما يعرف أكو حلاق موجود بالمدينة تشوفون. أقدر أغير القصة مال الشعر مالتي، فإذا تحبون أغير تسريحة شعري كتبوا لي بالتعليقات. أوكي يلا مو مشكلة، الحمد لله والشكر يا عيال. حاليا احنا اللي سويناه والله شغله كلش اسطوري. مننا الطريق يا اوغا، مننا الطريق. اوكي شوف المفتاح وين صاير، صاير بظهري يا عيال تشوفونه. اوكي هذا هو المفتاح صاير بظهري يا عيال. طعني المفتاح، يا ويلي المفتاح يؤلمني يا عيال. اوكي خلاص يا اوغا خلاص. اوكي خليني نجيب المفتاح ونخليه بهذا المكان الحين. تمام خلي اخذ المفتاح العمو الغبي هذا صاحب المكان. والله مو غبي هذا، شكله اسطوري. اوكي صديقي ها ها يا اوغا يا اوغا شنو تريد؟ جبت المفتاح جبته. يا ويلي لحظة، شلون جبت المفتاح يا اوغا؟ يا اخي يعني ماكو داعي اقول لك، اني محترف في ماينكرافت. لا يكون سرقته. احترم نفسك، اني ما اسرق. طيب شلون اخذته جويسم؟ مستحيل اعطيك المفتاح. يا اخي الدنيا صارت ليل وجويسم غادر المحل، ويعني ما سرقته يعني اخذته. اوكي والله يا اوغا انت واحد ذكي. خلاص الحين تقدر تفتح الباب وتدخل وتشوف شنو موجود داخل، بس اني احذرك اكو شغلات يعني شويه خطيره. شغلات خطيره مثل شنو؟ ادخل وشوف. طيب نفتح الباب ونقول بسم الله. انفتح.
هلا والله. اوكي ما صار شيء. يا اوجا ادخل ادخل من داخل هذا المكان. تنصب علي انت لو شنو؟ انا مو غبي. ادخل يا اوجا لا تخاف، والله ماكو شيء، بس شغلات رهيبه. شغلات رهيبه. اوكي وات، انا دخلت. اوكي او صندوق ايرون. واو يا ساتر، شنو هاي الشغلات؟ 30. لحظة خلي نشوف شنو هاي. يا ويلي شنو هاي، اول مرة اشوف شغلات مو ماين كرافتية. والله شغلات هاي اول مرة بحياتي اشوفهن. اوكي عيال، لحظة خلي نكتشف شنو هاي الاشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شنو؟ هاي شنو؟ يا غبي، هذا رأس التنين الصغير، اذا تخليه بالماي راح يكبر. اوه واو، اللعبة مال التنين والله شكلها رهيبة، إذا أخليها بالماء راح تكبر، ممتاز. هذا هاي شنو؟ هاي شنو يا عيال؟ هاي شنو؟ يا غبي، هاي لازم تخليها بالسقف. بالسقف؟ شنو هاي يا عيال؟ لحظة، شلون استخدمها يا عيال؟ اوه ماي جاد، هاي شلون أشغلها؟ ولك يا غبي، هاي لازم تخليها بالسقف مال السفينة. اوكي يا عيال، بالسقف مال السفينة، والله ما افتهمت شنو مال فائدتها، بس مو مشكلة. اللي بعدها شنو؟ اوكي يا عيال، اللي بعدها شنو هاي؟ ولك يا غبي لا تستخدمها، هذا درع مال حماية، هذا الدرع تقدر تسوي به كل شيء. اوه درع مال حماية يا عيال. اوكي واني اقول شنو هاي؟ طيب هاي الأخيرة شنو؟ لا 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 لا، هاي لا تستخدمها يا اوقا خطيرة. لحظة خلينا نجرب نستخدمها يا عيال. اوكي شلون استخدم هاي يا نوب؟ شلون؟ لا ما راح اعلمك، انت تريد تغش. يا عيال اعطاني ادوات اول مره اشوف شنو هاي. لحظه هاي شنو؟ وهاي شنو؟ اعتقد لازم اركبهن مع بعض بالكرافتنج تيبل. لا احذرك يا اوجا، لا تخليهن بالكرافتنج تيبل، راح تصير شغله خطيره. شغله خطيره؟ اوكي. لا يا اوجا انا حذرتك. ما صار شيء. لا 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 لا، لازم بالكرافتنج تيبل. يا عيال خلونا بنهاية المقطع نكتشف شنو موجود هنا. يا اخي شنو هاي الشغلات يعني الغبية؟ يا اوجا هاي مو غبية، هاي شغلات رهيبة تقدر تطورهن وتسوي بهن شغلات خرافية. انا راح اروح ذاك صاحب الدايمود احسن لي. ها لحظة، اذا راح تروح صاحب الدايمود لازم ترجع لي اغراضي. اوكي ارجعهن ما عندي مشكلة، افتح يا باب. اوكي والله العظيم ورطة هاي يا عيال، المفتاح اريده، حتى المفتاح ما اريده. اوكي والله العظيم اول مرة اشوف اني هاي الادوات، اللي يعرف شلون نستخدمهن يكتب لي بالتعليقات، لان اني ما اعرف، اني مو صاحب البيت الفقير هذا. اوكي خلينا نروح حاليا نغلق الابواب، عرفنا شنو موجود. هيا اوجا، عجبك المكان؟ لو ما عجبك الله عليك. والله عجبني المكان، حلو، بس ما اعرف شنو فائدة الادوات. اوكي خلي المتابعين المحترفين في ماينكرافت يساعدونك ويقولوا لك شلون تستخدمهن، والله العظيم راح تنصدم. اوكي شباب، اللي يعرف شنو فائدتهن يكتب بالتعليقات. يلا خلينا نروح العم الغني. ها شو رجعت؟ شنو هذا الفقير شكله نصب عليك مو؟ لا 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 لا، ما نصب علي، أنا اكتشفت شنو موجود داخل البيت الفقير مال ديرتو، ما شاء الله كانت شغلات بعمري وحياتي ما شايفين، شغلات مو ماينكرافتية. اوه شكلك انت ما شايف شي يا اوجا. اسمعني، أنا داخل هذا البيت مالي مال الدايمود شغلات بعمرك وحياتك ما شايفين، احسن من مال الفقير بمليار مرة. اوه بمليار مرة طبعا، بس ما راح اخليك تدخل ببلاش، لازم تجيب فلوس. ومن وين اجيب لك فلوس؟ لا 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 صديقي، والله ما معي فلوس، خليني ادخل. اوه يا ويلي، طيب طيب طيب، راح اخليك تدخل مجانا، بس بشرط تروح تجيب لي التوتم اللي موجود عند عمو الساحر. تريدني اروح اسرق الساحر مال المدينه؟ طبعا طبعا يا اوجا، روح سرقه، واذا نجحت وجبت لي التوتم من عمو الساحر اوعدك راح اخليك تدخل. يا عيال انتم متعرفون انه الساحر اللي بالمدينة شرير؟ اوه شكلك جبان مو؟ احترم نفسك، لا تقول عني جبان، يلا روح جيبها. اوكي يا عيال، والله ورطت روحي اني. اوكي هذا المفتاح ما اعرف وين راح اوديه، خلاص خلي اروح للبيت مال عمو الساحر واسرقه، ويا رب يطلع الساحر ما موجود حتى اسرقه باسرع وقت. يلا بينا، ليتس جو ليتس جو.
يلا يلا ما بقى شي ما بقى شي رح نوصل. اوه هذا البيت المسكون والله شكله خطير، بس الحمد لله مو هو البيت مال الساحر او الساحرة، احنا رح نروح للبيت مال الساحرة. اوكي اللي هو هذا يا ويلي. او ماي جاد شغلات خطيرة موجودة هنا يا عيال، حسبي الله ونعم الوكيل. اوه هذا ميت. اوكي والباب انفتح. اوه يا ويلي يا ويلي، خلينا ندخل ونشوف شنو اللي راح نشوفه يا عيال. لازم انتبه اني. اوه شنو هذا المكان المخيف يا ويلي. اوه هذا باب. اوكي هذا المكان مال اعدامات، مكان خطير يقتلون به الناس الابرياء. اوكي فتحت الباب. اوكي ماكو شيء. هي ماكو شيء يا عيال. او صندوق، هاي الادوات شنو؟ لحظه 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 لحظه. اوكي خلي اخذهن انا يا عيال. اوكي غلق الباب مو. اوكي غلق تمام. اوه هاي شنو؟ يا عيال هاي شنو؟ والله ما اعرف انا شنو. اوه واو شنو صار قبل شويه يا عيال؟ يا عيال يا عيال ها والله شغلات رهيبه. اوكي ما اعرف شنو هذا الجهاز اللي لبسته انا شنو ما اعرف. اوكي اللي يعرف شنو يكتب لي بالتعليقات يا عيال، والله شكله غريب. اوكي وهاي هذا التوتم. اوكي مو مشكله. وهذا شنو؟ وات شنو هذا؟ ارنب مدري شنو. اوكي انا ما يهمني، سرقت هاي الادوات كلهن يا عيال. يلا باسرع وقت خلي اروح. وين راح اروح؟ للمكان اللي او شنو هذا اللي صاير ببطني؟ اوكي مو مشكله، جيب نخلي التوتم هنا احسن التوتم. ايه الحين خلي نروح نكمل المهمة مالتنا او التحدي هذا. والله الحمد لله والشكر احنا حاليا عرفنا شنو اللي موجود داخل المكان مال ديرة الفقير. اوكي والله شغلة رهيبة، عرفنا مكان ديرت مكان الديرت شنو موجود داخله. الحين راح نروح نشوف شنو موجود داخل مكان الدايموند الغني، وما بقى شيء ونكتشف الحفرة، قصدي نكتشف المكان السري مال عمو شنو مال البلوك مال الذهب. اوكي اوكي يلا يلا تعال يا اوجا تعال راح اغلق المكان. اوكي اوكي وصلت وصلت وصلت. اوه والله شكله سواها، جاب التوتم. ايه مو بس التوتم جبت هاي النظارات الغريبه. لا 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 اخلعها. اوكي خلعتها يا ساتر، شك وش صاير يا غبي؟ هاي مو نظارات، هاي النظارات مال السحره سحريه. واني اقول شنو قدرت اسوي بيها؟ ايش سويت بيها؟ ما ادري بس طلع لي قرش. شوف اوكي نلبسها. اوكي ايش صار؟ اوكي اوكي يا عيال شلون اتحول؟ والله ما اعرف اني. سويتها. اوه تحولت قرش. يا غبي ارجع نفس ما كنت، ارجع. اوكي اوكي رجعت. اوه يا ويلي خلي اخلعها. شنو هاي النظارات السحريه؟ يلا اعطيني اياهم كلهن. اخذهن. هاي التوتيم وهاي مالتك وهاي النظارات مالتك. اوكي وين راحت؟ رميتها عليك انا مو؟ هاي رميتهن لك. يلا الحين تقدر تدخل داخل. يلا قول بسم الله. اوكي اوكي يا عيال يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اوه دايموند، هو صندوق دايموندي. اوكي بسم الله 3 2 1. اوه هاي شنو يا عيال؟ اوكي هاي كلش نادرة. هذا شنو؟ اوكي هاي شنو؟ لحظة يا عيال خليني اشوف شنو هاي الادوات اللي اني حصلتهن. ثواني. او ماي جاد يا عيال، او ماي جاد. اوكي خليني اكتشف اني وياكم. هذا نقدر نصنع بيه، يعني نقدر نسافر بيه للفضاء. هاي طاقه لا نهائيه تمام، طاقه ذريه اتوقع تمام. ما اعرف، اللي يعرف اكتب لي بالتعليقات. هذا شنو؟ وات هذا الزجاج يا غبي؟ هذا الزجاج ضد الكسر، مستحيل ضد الكسر، جرب وشوف. اوكي اوكي يا عيال وين اخلي هذا الزجاج؟ وين اخليه يا غبي؟ لا تحاول، هذا الزجاج مستحيل ينكسر، حتى لو تفجره بمليون تي انتي ما ينكسر. اوه والله شكل الزجاج قوي. هذا الزجاج الصحيح، هاي شنو؟ هاي شنو؟ هذا جهاز يصنع لك اللافا. اوكي واني اقول ليش بلافا هنا؟ تمام جهاز يصنع لي البلوكات مال اللافا، ممتاز. هذا شنو؟ اوه هذا الكريستال ما ادري ايش يسمونه، والله نادر كلش. وهذا ايضا نادر. هاي شنو؟ وات هاي شنو؟ يصير اكل هذا الطعام؟ لا 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 يا غبي، هذا الطعام نووي، انتبه ترى تصير عندك قوه خارقه. اوه والله شكل خرافي راح اصير عندي. اوكي خليني اشوف، والله شكله خطير هذا. والله اني مستمتع كلش. هاي يا اوجا تعال اشوفك شغله. هذا شنو يريد من عندي الحين؟
يا ساتر، هذا شنو يريد من عندي؟ خلي اشوفه يا عيال. يلا يا اوغا. لا 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 يا اوغا، لا تروح لنصاب. اي والله العظيم نصاب، انتبه من عنده. نصاب قصدكم احسن من عندكم، معاه شغلات رهيبه. ها يعني شغلاتي مو رهيبه؟ رجعهن الي. يلا. لا لا، شغلاتك والله عجبتني حلوه، رجعهن الي باسرع وقت يا اوغا، وخلي اريد اشوف هذا شلون راح ينفعك. تعال يا اوغا انا افيدك. راح اضحي، شوف شباب بنات، راح اضحي بكل هاي الادوات اللي انا حصلتهن حتى نشوف شنو موجود داخل بلوكة الذهب. يلا يلا يا اوغا، والله راح تتورط انت. لا ما راح اتورط. يلا يلا رجع الادوات، يلا يا جبان. لا تقول عني جبان، راح ارجع لك الادوات. والله كان ادوات ثانيه. يا ويلي، والله شغلات رهيبه بعمري وحياتي ما شايفين. بس يعني هذا المفتاح حتى هو رجعته يا عيال. لا اريد اشوفه شلون راح يفيدك هذا النوب. صديقي اسمعني، اذا طلعت شغلات الذهب مو حلوه عادي ارجع هنا؟ لا ما يصير بعد، خلاص انتهى الموضوع. تعال يا اوغا، ولا يهمك ولا يهمك يا اوغا. اهلا صديقي، ايش تريد من عندي؟ اسمعني، أنا عندي شغلات داخل الكوكب، يا كوكب، داخل المكان الرهيب هذا مالتي، والله راح تنصدم من عندها. أوكي، أنصدم مثل شنو يعني؟ أنا ضحيت بأدوات الديرت، وضحيت بالأدوات اللي حصلتها من عمو الدايموند هذا الغني، فقط عشان أعرف شنو موجود عندك. أوه لا تهتم، اسمعني يا أوغا، أنا عندي لك تحدي واحد، أريدك تروح للمدينة وتسرق الكوكب مال الأوبسيديان، إذا سويتها وسرقت هذا الكوكب مال الأوبسيديان، أوعدك راح أخليك تدخل هنا. أنا. كوكب الأوبسيديان؟ ايه ايه، شنو ما تعرف؟ يا اخي ماكو كوكب اوبسيديان بالمدينة، منو ضحك عليك؟ منو كذب عليك؟ اوغا لا تسخر من عندي، اني اعرف اكو كوكب بالمدينة. يا اخي اكو كوكب دايموند، اكو كوكب ديرت، بس ماكو كوكب مال اوبسيديان. والله انت واحد غبي. اوه شكلك ما تسمع كلامي، خلاص ما راح اخليك تدخل، يلا انقلع. خلاص خلاص صديقي خلاص. لا انقلع من انا بعد ما اسامحك. أنا آسف صديقي، والله العظيم أنا آسف. بعد ما عيد أنا آسف كثير كثير كثير. طيب اسمعني، روح اسرق لي الكوكب مال الأوبسيديان وتعال. أوكي راح أسرقه، واني متأكد أصلا ماكو كوكب مال الأوبسيديان. أنا اللي أعرفه بالمدينة موجود كوكب دايموند، ديرت، إميرالد، يعني هاي شغلات المتواضعة أو المعروفة، بس كوكب أوبسيديان؟ ماكو. إذا أكو كوكب أوبسيديان بالمدينة تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. أوكي أوكي، إحنا متفقين متفقين يا عيال. يلا بينا، خلي نروح للمدينة بأسرع وقت. يلا يلا ليتس جو. يلا يلا يا عيال، والله متحمس أني مثلكم. أوه وصلنا للكوكب مال مثل ما قلت لكم، كوكب ماكو كوكب مال أوبسيديان. والله غبي هذا الشخص، بس مو مشكلة، خلي نروح لهذا الكوكب مال النباتات الخضراء اللي هو هذا. أوكي والله العظيم يا عيال، أني مثل ما توقعت ماكو كوكب مال أوبسيديان، خلي أروح لهذا الكوكب الأخضر وأضحك على هذا الشخص الغبي يا عيال. والله كوكب غبي هذا. اوكي يلا مو مشكله، الحمد لله والشكر اني وصلت يا عيال. خلي نصعد. اوه هذا منو؟ هاي جاي تسوي هنا؟ اوكي اوكي. ها لا، موجود كوكب الاوبسيديان. واو كوكب الاوبسيديان طلع حقيقي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. يلا يلا بأسرع وقت بأسرع وقت. أوكي والله قلبي صار يؤلمني كثير. أوكي صعدنا الكوكب الأوبسيديان. لحظة لحظة يا عيال، احنا اتفقنا إذا كان موجود أكو كوكب مال أوبسيديان كلكم تحطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات، فيلا أريدكم الحين كلكم تنفذون هذا الاتفاق مالتنا. حطوا كلكم لايك واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين، وفعلوا جرس الإشعارات وكتبوا بالتعليقات تم حتى أعرف أنتم سويتوا هذا التحدي. يلا كلكم كتبوا كلمة تم. أوكي يلا صعدنا. واو كوكب أوبسيديان حقيقي يا عيال. أوكي الحمد لله والشكر أني وصلت، بس لا يكون مزيف. لا والله حقيقي. ها صندوق من الأوبسيديان. واو والله أنا محظوظ. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الأدوات شنو؟ هاي أعرفها مال طيران، شوفوا
الحين اقدر اطير، بس هاي الادوات شنو؟ هاي شنو؟ والله ما اعرف اني. يا ويلي يا ويلي، والله العظيم شغلات رهيبه يا عيال. اوكي باسرع وقت خلي نروح باسرع وقت من وين اني اجيت. من وين اني اجيت؟ او اجيت من هذا الطريق. واو والله المدينه حلوه. طبعا انا ما جاي استخدم جيم مود ولا استخدم جيم مود، بس جاي اطير باستخدام هاي البدله مال الطيران. هسه الطاقه مالتها هنا صايره تشوفون، هاي صارت 97 تشوفوا. فا اوكي شويه شويه تقل. اوكي يلا بينا يلا بينا يا عيال. صارت 96 مو مشكله. وصلت وصلت وصلت. هلا والله. او يا ويلي والله سواها اوقا البطل. ايه سويتها. وين الادوات اللي جبتهن؟ هاي شوف هاي الاولى. واو هذا شنو؟ مالك شغل يا اوقا، هاي اداه تطوير سحريه بعمرك وحياتك شايف مثلها؟ اداه تطوير؟ تطوير مال شنو؟ تقدر تطور الدروع مالتك تصير اقوى دروع بالعالم، مستحيل تنفجر ومستحيل تتدمج. والله رهيبه. ويلي والله عجبتني يا عيال، لازم نتعلم لها. لا ما اعلمك عليها، لا تتعب نفسك، يلا روح ادخل داخل وشوف شنو موجود. طيب هاي البلوكة شنو؟ هاي البلوكة تفيدني، ما لك شغل، اقدر اطور بيها. اوكي انا ولا اهتم يا عيال، الحمد لله كملنا التحدي مالتي. خلينا نطير نشوف البلوكة شلون صايرة من السماء. والله رهيبات هاي البلوكات يا عيال، والله العظيم شكلهم. أوه هاي البلوكة غبية. اوكي والله العظيم شكلهم صاير خنفشاري. يلا الحمد لله والشكر على الاقل كملناها يا عيال. ليتس جو، خلي ندخل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي شنو موجود داخل الصندوق الايمن؟ 3 2 1. اوه يا عيال هاي البوابة شنو؟ هاي البلوكات شنو الغريبة؟ ثواني ثواني ثواني. اوكي خليني اشوف شنو هاي الاشياء اللي انا حصلتها. والله شغلات جديدة، كون اتمنى كل يوم تصير هاي شغلات جديدة. لحظة هاي شنو؟ نبدي بالشغلات. صنبور مال ماي او مزهرية يعني زينة، خليها بالحديقة تصير كلش كلش حلوة. هاي شنو؟ اوه الدلو مال التعويذة مال الساحر يا عيال، هذا اقدر اسوي بيه شغلات رهيبة. والله عجبني، عندي 4 من عنده تمام مو مشكلة. اوكي هلا والله. هذا شنو؟ سياج مال حديقة خشبي. هذا يدمج؟ لا ما يدمج، بس الشكل مالته كلش حلو عجبني. هاي شنو؟ ثواني هاي شنو؟ اتوقع الصورة. صورة مال. هلا والله. اوكي صورة عجيبة غريبة يا عيال، والله العظيم كثير كثير حلوة. هلا والله. اوكي اوكي يا عيال لازم نخليها بهذا المكان. اقدر اطير انا يعني يا اوجا، اقدر اطير. خلي نجرب الصور كلهن ونشوف شنو. اوكي دوب قنفذ. شنو هاي الحيوانات الغريبة؟ هذا اسد عجبني، ببغاوات او ببغ. هذا حلو تمام جميل. اسد صقر يا ويلي شكله جميل. تمام نروح للي بعده. هاي شنو؟ لا 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 يا غبي لا تفعلها، انتبه. شنو لا تفعلها؟ شنو هاي؟ يا غبي انتبه تفعل هاي البوابة. بوابة مال شنو يا اخي؟ شنو هاي؟ يا اوجا هاي ممنوع من عن بطن تفعلها، لان اذا تفعلها راح يصير ثقب اسود هنا ويدمر المكان كله. فهمت. طبعا للي ما يعرف انه موجود بالفضاء ثقوب سوداء. اوكي خلينا نجرب نكتب 10. لا يا اوجا. اوكي اوكي خلاص. اوكي انا ما فعلتها. يا غبي لا تدمر العالم. اوكي اوكي والله شباب اذا تريدوني اجرب هاي البلوكات الغريبه، اذا تريدوني اجربها حطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات وكتبوا لي بالتعليقات يا اوجا نريدك تجرب كل هاي الادوات وراح اجربهم بالحلقات القادمه اذا تحبون. فاوكي شباب بنات مثل ما تشوفون الحمد لله والشكر وصلنا الى نهايه هذا المقطع الجميل، فلا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وايضا تابعوني على الانستغرام، رابط حسابي مال الانستغرام موجود بالوصف. وما احب اطول عليكم اكثر، وبس مع السلامه. باي باي.